يس، موضوع التنمر للأسف آخر فترة عم نشوفه عم بتكاثر كتير. يمكن أنا طلعت حكيت لأني حدا يمكن من وجودي على السوشيال ميديا والناس بتتنمر، فإشي تعودنا عليه إحنا كناس موجودين على السوشيال ميديا أن الناس يضلهم يتنمروا علينا، ولكن الموضوع مرات بحز ببال الواحد لما يكون عن جد عنده كيس خاصة، بياخد أدوية، مريض تعبان، صار معه ظرف إنه خلاه ممكن يزيد وزنه، ممكن يضعف، ممكن يطلع له حبوب على وجهه. فكان كتير ضروري الفيديو تبع امبارح إني أطلع أحكي فيه إنه إحنا ممكن كناس نتحمل التنمر، نتحمل أي حدا ممكن يتنمر علينا لأنه تعودنا، ولكن في أشخاص تانيين ممكن كلمة واحدة تتنمروا عليهم ممكن تأثر بحياته سلبيا، ممكن تأثر بمستقبله، ممكن إنه يمرض نفسي، ممكن إنه يوصل لمرحلة الاكتئاب وياخد أدوية اكتئاب. وهذا فعلا موجود، لأنه أنا كتير بيوصلني قصص تنمر وفعلا أدت إنهم وصلوا لمرحلة صاروا ياخدوا أدوية اكتئاب وانعزلوا عن العالم. فما بتصدوا قديش التنمر ممكن يأثر بأشخاص هن شخصيتهم ممكن بأي كلمة ممكن تأثر فيهم، عكس إحنا مثلا ممكن إحنا أقوياء نتحمل. فياريت هالظاهرة هاي عن جد بتمنى إنها تختفي ونبطل نتنمر على بعض، نترك كل إنسان لحاله. الله يعين كل إنسان شو عنده ظروف، ممكن هذا الإنسان اللي عم تتنمروا عليه عنده ظروف خاصة فيه. يعني الموضوع جد مبارح خلص وصلت معي لمرحلة إنه كتير ضايقني، فكان لازم إني أطلع فيديو وأوصل هاي الرسالة لكل الناس إنه عن جد وقفوا تنمر.